قواك الله ام حسين، شلونك؟ حياك الله عيوني. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. وما دلون الوادم عليك ايش فيهم؟ دول معوقين بعد، انا تمرضيت من سبب المرض طلعوا معوقين دول الثنين، عدوا اليد وبنيه صاحي ونفط طلعوا دول اليدات اثنينهم عندهم خلل بالعظام مالتهم، مليت من المراجع وهاي وعفتهم بعد ايش اسوي. صارت عندي بنيه الحمد لله وشكر زينه، بس هذول طلعوا معوقين. صار عليك شنو المرض صار؟ طقتني حمى، ومن الحمى تأثرت عليهم، قالوا المخ مالهم ما يعمل قد الحرارة اللي عندك، وإحنا بالهوار بالضيع نشتغل وهاي وعندنا هوشات ونسوي حلات بالضيع عيشتنا. هسه مشكلتهم بس بالعظام؟ اي والله بالعظام، عقلهم لا زين بس مو كلش ما يقدرون يحجون، بس هو الخلل من روسه ومستصل بالعظام مالتهم. سويت لذاك 6 عمليات ما نشحن، ما صار ما مشي، وهذا تلف مولي ما عندي حالة مثل قوية وامشي بيهم منا منا، حالتنا تعبانة وحجينا ما يقدرها نبضي، عيشتنا صعبة. كان يشتغل الحجي؟ والله عليها حشيش وقصة، وقبل هاي الوادم تحت وهسا هاي جت مال السياحة ونعمة الله ماي نزل بعد ماي ماي ماكو، وبضي عيشتنا هم تعبانة على العطالة. إن شاء الله من خلال هذا البرنامج احنا يعني اكو مرات كلمات ما تسعف الإنسان شي يحكي وشي يقول، بس الشكوى لله. صحيح. وإن شاء الله من خلال برنامجنا الناس الطيبة الكريمة ما تقصر وياك، إن شاء الله يوصلوا لك مثل ما وصلنا لك. ما مشيت تدري، قالوا هذا خذي 4 مرات للكفيل مثل البغداد، سوي له مركز التأهيل يسمونه، يحرك جسمه ما قدرت. أخذته فرد مرة للناصرية ألقي لك 200,000 وقعدت ما عدي، شغلتي تعبة أنا ما مش ما ذاك اللي راح أسأل السؤال. البيضة السمك شو يسموه عندكم؟ ثروب. ما لك الله عليك، احنا بالعاده نعطي جائزه واحده 250,000، بس خاطر مهدي وحسوني حلوين راح اعطيكم 2. مشكورين. هاي جائزتين. مشكورين. هاي قيمتها صارت 500,000. مشكورين الله يرزقكم. وهي مو قيمتها ولا تساعد بعلاج، بس الاهم من هذا الموضوع هو اللقاء ان شاء الله يوصل. مشكورين الف شكر منكم، واريد احنا الناس اهل الخير يكون يسوون لهم حل. انا تعطيني مليارات الدنيا خير، هذا فضل من الناس. بس اهم شيء يكون يمشون، من يمشون كل شيء ما اريد من الدنيا. ان شاء الله. شكرا جزيلا، عافيك. الله يحفظك.